السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ننشر لكم أسعار الدواجن والبط والأرانب والبيض وارتفاع ما قبل رمضان. أسعار الدواجن اليوم السبت 10/4/2021، تراوحت أسعار الدواجن البيضاء اليوم بين 31 و30 جنيه للكيلو، وتراوح سعر الدواجن الحمراء الساسو بين 35 جنيه و36 جنيها. أما سعر كيلو الدواجن البلدي فوصل إلى 36 جنيه، وتراوح سعر كيلو الأمهات من 22 إلى 23 جنيها، وتراوح سعر الكتكوت الأبيض بين 7 و8 جنيهات، وسجل الكتكوت الأحمر ساسو نحو 2.5 جنيه، والكتكوت البلدي نحو 3 جنيه، وتراوح سعر كتكوت السمان بين 2.25 جنيه و6 جنيهات، وسجل البيض الأبيض والبيض الأحمر سعرا يتراوح ما بين 35 و 36 جنيها للكرتونة. أما كرتونة البيض البلدي فسجلت 34 جنيها، وسجل لحم الأرانب سعرا يتراوح ما بين 43 و 41 جنيه، وسجلت أسعار البط المسكوفي 12 جنيها، والمولر عمر يوم سعر 13.5 جنيه، والبط البكيني 7 جنيهات، وكيلو لحم البط المولر 33 جنيها. أما لحم البط الفرنساوي فيصل إلى 24 جنيه، وكيلو لحم البط المسكوفي 37 جنيها، وبلغ سعر الكتكوت الرومي عمر يوم 17 جنيها، والكتكوت الرومي الأسمر عمر 16.5 جنيه، والكتكوت الرومي البرونزي عمر يوم 17 جنيها. في نهاية الفيديو لو أعجبكم الرجاء الاشتراك في القناة وتفعيل زر الاشتراك حتى ننقل لكم كل ما هو جديد، ولا تنسونا بلايك حتى ننقل لكم المزيد، وكل عام وأنتم بخير.